سعيد بلقائكم مرة أخرى متابعي قناتنا الأوفياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد لقاؤنا بكم اليوم من مزرعة التاج الذهبي، واستثناء من الأصل سوف نخصص هذه الحلقة لسلالة متميزة من سلالات الماعز التي تتوفر بالمزرعة. اليوم سنعرض عليكم سلالة متميزة ألبانها أعلى قيمة والأفضل في إنتاج الألبان الفاخرة، إنها سلالة ماعز البور. تعتبر جنوب إفريقيا الموطن الأصلي لماعز البور، وقد تم تطوير هذه السلالة عن طريق تزاوج الماعز الأصلي لجنوب إفريقيا مع الماعز الأوروبي المستورد، وقد عرفت هذه السلالة انتشارا واسعا بالدول العربية نظرا لمجموعة من المميزات التي تميزها عن باقي السلالات الأخرى. هذا ما جعل صاحب المزرعة يقوم بجلبها لتكون واحدة من السلالات التي تزخر بها المزرعة. ماعز البور تتميز بقدرة عالية على التأقلم مع كافة الظروف الطبيعية البيئية، وهي تحتاج إلى رعاية كبيرة جدا من حيث التغذية والسكن. ماعز البور يتميز بصفة فائقة في إنتاج اللحوم والألبان كذلك، إذ يمكن للماعز الواحدة أن تستعيد بعد عام واحد قيمة رأس المال لتكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى أن اللبن أو الحليب ومنتجاته هو مكسب إضافي للقائمين بالرعاية والتربية. ماعز البور حسب تجربتنا بالمزرعة ينتج ما بين 3 إلى 4 كيلوغرامات في اليوم. عادة ما يكون جسم ماعز البور أبيض والرأس والرقبة بيضاء، ولكن في بعض الأحيان تكون بيضاء اللون بالكامل أو بنية اللون بالكامل، ولها أذنين طويلتين. إناث ماعز البور تتميز بعاطفة أمومة كبيرة، فهي أم ممتازة في رعاية مواليدها، كما تتميز بمعدل تحويل غذائي عالي جدا، ولهذا السبب يفضلها أغلب مربي الماعز بأوروبا. النمو اليومي لماعز البور في حالة التغذية المتوازنة يتراوح ما بين 175 غرام إلى 250 غرام، وطبعا كلما توفرت الظروف المثالية للتربية. تتميز ماعز البور بمعدل خصوبة عالية جدا تصل إلى 90%، ومعدل التوأمة يقدر ب1.75 لكل أنثى. معدل الخلفات عند ماعز البور يتراوح ما بين 3 إلى 4 خلفات بالعام، وهو من أعلى المعدلات بين سلالات الماعز. ويزن ذكر ماعز البور ما بين 110 إلى 135 كيلوغرام، والأنثى البالغة ما بين 90 إلى 100 كيلوغرام، ويتراوح عمر الماعز ما بين 8 إلى 12 سنة، في حين يبلغ وزن المولود خلال شهر واحد 7 كيلوغرامات ونصف تقريبا، و14 كيلوغرام عند الفطام. حسب تجربتنا بالمزرعة، مزرعة التاج الذهبي، سلالة ماعز البور تفضل التغذية على الذرة والحشائش الخضراء، وكلما كانت التغذية متوازنة كلما كان نمو الماعز كبيرا. يمتلك ماعز البور مواصفات متميزة من جهة اللحم، فلحومها منخفضة أو منخفضة مستويات الدهون والكوليسترول، كما تتميز لحومها بارتفاع نسبة التشافي، حيث أن عظامها صغيرة بالنسبة إلى الكتلة العضلية، وتبلغ نسبة التصافي ما بين 40 إلى 50% من الوزن الحي للحيوان في الحيوانات الصغيرة، وتزيد النسبة كلما كبر الحيوان. المواد الصلبة الكلية في ماعز البور تصل إلى 16.3%، مما يضيف لها ميزة كبيرة في تصنيع الأجبان،
وتصل مدة الحلب ما بين 4 إلى 7 أشهر. أكدت كل الدراسات أن معظم المزارعين يفضلون ماعز البور في التربية المزرعية، وأيضا استخدام هذا النوع من الماعز في التلقيح الخلطي بين سلالات الماعز الأخرى، حيث يؤدي ذلك إلى ظهور قوة الهجين وتحسن إنتاج هذه السلالات. لكل هذه المواصفات يمكننا أن نعتبر أن ماعز البور كنز الثروة الحيوانية. وفي الأخير هذه سلالة واحدة من بين السلالات المتواجدة عندنا بالمزرعة، وسنوافيكم بسلالات الأخرى إن شاء الله في القريب العاجل في الحلقات المقبلة، وشكرا. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة، شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا، والشكر موصول للسيد نبيل الذي أتحف قناتنا بهذه السلالة المتميزة والتي كانت استثناء من الأصل. لكن نخبركم متابعينا الكرام أننا سنعرض عليكم مجموعة من السلالات الأخرى للماعز المتواجدة بالمزرعة. مرة أخرى شكرا لكم على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا، دمتم في رعاية الله.